شمس وغنت لنا معاك. ايه الاغنيه الجميله دي؟ كلمات اسلام مصطفى. كلمات اسلام مصطفى والحان احمد مصطفى. توزيع دافن وخي الي اندراوز. برافو. ثانك يو. اغنيه جميله جدا، رومانسيه جدا، وفيها كده الريتم وفيها انرجي وقوه وحب وحياه. لازم فادي، يعني ما فيش كم اسبوع الاغنيه نزلت واخدت يعني صدى كبير قوي، نجحت نجاح يعني جميل جدا. ازاي بتفسر الموضوع ده؟ لان ليها معنى، الناس محتاجه اغاني ليها معنى. عرفت تكتبها يعني، عرفت تختار صح؟ يمكن ليكي هي لما تبقى عم تنقي غنيه بيبقى عندك على طول، بيبقى عندك توقعات على الاغنيه. لما سمعتها حبيتها، لما حبيتها أخذتها، ولما أخذتها سجلتها وصورناها. بتتكلم عن أغنية ولا بتتكلم عن فتاة؟ حسيت يعني ما شفتها حبيتها وما سمعتها الله 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 الله. لا صراحة، بس كنت أكيد عندي توقعات عليها أن الغنية تقدر تعمل شيء، وإن شاء الله وحمد الله يعني عم بلمس نجاحها شوي شوي. مع أنه أغنية دانس، أنا يوجولي معود أعمل سوفت روك أو بروجريسيف روك، ف يعني الفيدباك عم بيكون كتير حلو، وان شاء الله اقدر اكمل على هيدا الليفل من الدانس ميوزك. وشكلك سعيد جدا وانت بتغنيها صح؟ ايه ايوه. شفتكم كمان عمالين يعني نازلين وبتترقصوا، حاجه جامده. الكل يعني اتاثر بالاغنيه، وفي حاجه انا اتاثرت بيها اكتر. انت عارف انا حشوره كتير وعندي حب استطلاع غريب جدا، وعرفت انه الكليب انت يعني الاخراج بتاعك، انت اللي صممته. انا بكتب الستوري بوردز تبعون الكليبات، وبحب ليك بحب اتخيل حالي بكل غنية لما اسمعها، بسمع الميوزك تبعيتها، بصير اتخيل القصه تبعيتها كيف بدها تطلع. هذه مش اول غنيه اكيد. بصير ارسم مشاهد، او بصير ارسم مثل اذا بدك ذكريات او مواقف بحب شوف حالي فيهم بهال لما اكون عم بسمع هالغنيه. فبصير يطلعوا معي الافكار والتخيلات اذا بدك، بصير اكتبهم على ورقه، من بعدين بصير مثل ما بقولوا بكون بلش الدرس، بصير حضر لهم للتصوير، اللي بيكون اللوكيشنز كيف، اللي بيكون كل واحدة كيف الكادرات تبعونا والاخبار الى اخره. فالحمد لله هيدي كان الميوزك تبعيتها كثير هيك هابي ميوزك، وكثير هيك فيها كثير انرجي اذا فينا نقول، وكثير دانس طاقه. وطلع الكليب كمان هيك كملها، يعني ما كان ما قلل منها ولا زاد عليها، كملها هيك طلعوا باكج حلو مع بعضهم الحمد لله. عايزين تعرفوا رسم الاغنيه دي ازاي؟ تخيلها ازاي؟ انا كمان عايز اعرف. يلا نعرف كلنا. خلاص حبيبي بقى من حظي ومن نصيبي، كان فين من زمان حبيبي انا، ده اللي حلمت بيه ليالي بنظرة من عيني ناداني نساني طبعا. حلو قوي. رايكم ايه في انه الاغنيه لازم يكون ليها معنى؟ هل لازم كل اغانيكم تكون ليها رساله؟ كنتوا من شويه بتقولوا لي انه احنا بنغني اغاني للشعب، اغاني جايه من الشارع للشارع للناس، لازم يكون. هو ده فعلا اكتر حاجه احنا كفريق بنتفق عليها، واكتر حاجه يعني هو ده يمكن هو ده الكونسبت اللي احنا متفقين عليه من زمان جدا، وده اللي خلى الناس تحبنا لما طلعنا في اكس فاكتور او حتى بعده، ان احنا على طول بنحب ندمج بين التالنت بتاعه المزيكا ذات نفسها اذا كان راب او غنى مع الرساله اللي بنوجهها، ان هو لازم يكون في هدف من الاغنيه اللي بنعملها
ايا كان هدف اجتماعي سياسي بنعالج مشاكل الشباب عامه، بس لازم يكون في رساله وهدف ان اللي بيسمعني يبقى فاهم انه I am connecting to a certain state of mind عنده. طب انا هقول لكم حاجه يمكن تزعلكم بس انتوا عارفينها اكيد. في فنانين كتير للاسف، فنانين كتير للاسف بيقولوا انه الراب دي حاجه بتسيء قوي للفن وللموسيقى الشرقيه بتاعتنا. بتردوا عليهم وتقولوا لهم ايه بقى؟ هو بيسيء علشان بيقول الحقيقه. بالنسبه لي بيسيء، يعني لو هتقول لي ان الراب مثلا بيسيء للسياسه او كده هو عشان بيقول الحقيقه. ناس كتير عايزه تعرف. طب ايمن اخر جمله انت لسه قايلها في الاغنيه اللي فاتت كانت بتقول ايه؟ بغني راب متصنف تافه، اسف ان فني هادف. شكرا. يعني فنكو هادف، بس لازم الناس تفهمه وتسمعه. يمكن الفنانين دول بيقصدوا الراب اللي مش مسموع او مفهوم، لان مش كل فنانين الراب بنفهم منهم. يعني في فرق كبير قوي بين الكوميرشال راب والراب اللي بيبقى ليه معنى. الكوميرشال راب عامه بيبقى واخد سكه بيتكلم عن فلوس او غرور او الكلام ده كله. احنا بنناقش قضايا بنعيشها احنا كشباب او البلد نفسها عايشاها او الوطن العربي كله، وبنحاول نصلح من المجتمع. هو بالاساس، يعني هو الراب بالاساس هو مثل ما بيقولوا مثل سلانج لانجويج للافريكان امريكانز. بلش يعبر فيها عن مشاكلهم وعن مشاعرهم وعن المشاكل اللي بيواجهوها بالحياه، ان كان بالبرونكس او ان كان مثل ما بيقولوا البروجكتس محل ما بيكونوا عايشين. فمش غلط نحن، ليش لا، انه ما نحن عندنا كمان مشاكل، مش انه ما عندنا مشاكل، وعندنا هالقصص اللي بتصير معنا بالحياه اليوميه، ان كان مشاكل وجهها كشباب او كمجتمع او كالى اخره. فليش لا، بس يمكن لانه جديد العالم شوي ما بتتقبله. ممكن تتكلموا عن الحب يا شحت كمان زي فادي مثلا؟ زي فادي يعني انا ممكن طبعا، ده طبيعي يعني. يا حبيبتي رومانسيه، دول بقى قصتهم ايه؟ هو يعني الرومانسيه الراب صعب شويه عليه، الراب الراب صعب عليه الحب شويه. ممكن تجيبيها بطريقه قصه مضحكه، قصه حب مضحكه وهتركب اكتر، ويبقى فيها غنى. لازم يبقى فيها غنى. انت يا شهد الرومانسيه اللي فيه شكلي كده تقريبا. انا بقول ان احنا نسيب الرومانسيه والكلام ده لانواع الغنى كتير تانية اللي موجوده. احنا كرابرز ممكن نغني الحب عادي جدا، بس مش ده الهدف من وجودنا في الساحه الغنائيه. في مليون واحد بيغنى للحب. انا عايز اقدم حاجه جديده واقدم نوع جديد من المزيكا ان شاء الله الناس هتحبه زي ما حبيته قبل. طيب يا